ما شاء الله. أنا نفسي. ما شاء الله. أهلا وسهلا، أسعد بصحبتكم. الملف الأحمر عبر روتانا خليجية معكم في موعده المعتاد. ملفات ساخنة نفتحها كل أسبوع. في هذا الأسبوع هو عن الدوري، عن شكل الدوري، هيئة الدوري، تحديدا عن المنافسة، تحديدا عن الصدارة. نفتح ملف الصدارة في ملفنا هذا الأسبوع. أسعد بصحبتكم وبصحبة أيضا الزملاء معي في الاستديو. هنا أسعد بصحبة الزميلين، العليمين الزميل الإعلامي فهد الروقي محل الملف الأحمر. مساء الخير فهد. مساء النور أبو مشعل. وأيضا أسعد بصحبة زميلي محل الملف الأحمر الأستاذ محمد دويش. مساء الخير أبو سعد. مساء النور. خلف الكنترول مع الزملاء دائما رئيس تحرير برنامج زميلي يحيى مساوى وزملائي. أسعد بصحبتكم، أبدع على بركة الله. أنتقل إلى ملخص الحلقة الماضية مع الزملاء ثم أعود من جديد. لنحدد أزمتنا عشان تحل مشكلتك ليس في الرياضة وفي المجتمع، لازم تعرف أنواع هذه العنصرية وهل هي موجودة لدينا أم لا. يعني المجتمع السعودي عنده عنصرية واضحة ضد اللون الأسود. النص لا يؤتي ثماره حتى يوضع موضع التطبيق. صحيح. فإذا لم يوضع موضع التطبيق بصورة ملائمة وكانت العقوبات صارمة حتى يرى الناس أمامه، فهنا يتحقق الردع. حتى الهتافات، حتى نيجيريا سمعناها في مدرج الهلال وسمعناها في مدرج النصر. اللي يريد أن يجعل من نفسه ملاك في هذا الموضوع هنقول له آسفين. كيف أنت تجيب هذا الفعل الأولي اللي هو قاد الجماهير للعنف أو للعنف اللفظي، تأخذه وتقول له أنت مكانك مو هنا، أنت مكانك برا الملاعب؟ والله على ما أقول شهيد، كانت الورقة الأولى لدى مجموعة المستقبل إقصاء من داخل ليحل محله شخص من أبناء جدا. أنا ذهلت لهذا المنطق وأرفضه تماما. أنا أقول لك أنه عبدالله العنزي سمع مثل هالكلام أو قريب منه في وسط نادي النصر. لأن إجراء نادي الاتحاد هو الخاطئ، بدأ خاطئا، هو الذي أفسح المجال رحبا للجنة الانضباط أن تخلط بين الشكوى وبين الاحتجاج. تلاقي أنه مئات الملايين خسرتها رعاية الشباب والاتحاد السعودي، تروح الغرف الأمنية موجودة لكن تجد الغبار عليها، لا تعمل. صحيح. ولا أحد يعمل، وحلها قانونيا في الملاعب. ولائحة الانضباط تضمنت كثير من العقوبات الصارمة على الأندية وعلى الجماهير، إلا أنها لا تجد حظها من التطبيق على أرض الواقع. أقسم بالله العلي العظيم أنني لم أمارس عنصرية ضد سامي الجابر. صرامة تطبيق العقوبات في أوروبا أثبت جدواه في الحد من المشكلة وليس بالقضاء عليها. شكرا للزملاء. تقرير الحلقة السابقة دعوها فإنها منتنة، كانت على العنصرية. وأشكر كل من تفاعل وتواصل مع البرنامج ومع هذه القضية التي طرحناها في الأسبوع الماضي، سواء كان عبر التواصل بالتليفون والزملاء. وأقدر كل من أبدأ رأيه، ولكن دائما ملف الأحمر يطرح الموضوع بكل شفافية وبجدية تامة. لا نقصد بها يعني لا نراهن على أحد، المهم هو طرح القضية ورأيكم ورأي العام هو ما يهمنا في هذا الأمر. أعود من جديد ورحب بكم ورحب بالزملاء في هذا الأسبوع. قضية الملف الأحمر عن الترتيب الدوري، عن الدوري، عن الصدارة بعد ما انتهى ما يقارب الثلث الأول من الدوري. التحركات جديدة، أمور جديدة صايرة أيضا. النصر على سبيل المثال من زمان، النصر الآن في ترتيب الدورية، منافسة مع الهلال من زمان، أنت وينك؟ وأيضا أمور أخرى أصبحنا نتابعها ونعايشها في الوسط الرياضي. لا تكلمني أنا متصدر من جهة، ومن جهة الأخرى صدارة وقتية وما إلى ذلك من أمور. من اللغة أيضا ربما يعني أصبح اللفظ واللفظ الآخر ديدا المشهد الرياضي مع هذا الدوري. أسعد بكم، أنتقل إلى تقرير الزملاء ثم أعود من جديد. لكل من توقع، لكل من تنبأ، لكل من أكد أو ظن أو استبعد أو حاول قراءة المستقبل، دوري جميل يقول له لا تجهد نفسك، فأنا لست كما كنت تتخيل.
بداية لم ترسم في بال المتابعين، لا في النتائج ولا في المستويات ولا في المفاجآت ولا حتى في الترتيب ما بين خانات الصدارة أو الوسط أو حتى في الأخير. وبالرغم أننا في الجولة السادسة، إلا أننا لا نعلم من سينافس حتى الآن، فكل الأوراق لم تكشف بعد. جماهير العالم توقعت التحسن، لكنها لم تتوقع أن يكون فريقها الأحسن في سلم الترتيب، عطفاً على الاستعداد الضخم لجل الأندية الجماهيرية وغيرها. ولكن كارينيو كان كما قال عنه النقاد مالكاً للعصا السحرية، إلا أن السؤال يقول: هل يملك ثقافة الانتصار؟ وسيستمر إلى متى؟ إلى النهاية أم إلى قبلها؟ الجدول يا سادة: النصر، الهلال، نجران، ثم الشباب، فالأهلي، فالاتحاد، وبعدهم حامل اللقب الفتح، ثم التعاون، فالرائد، فالعروبة، الضيف الجديد، فالفيصلي، ثم الاتفاق الذي يحاول الابتعاد عن مراكز الهبوط والتي استوطنها النهضة والشعلة. أي ترتيب جديد؟ وهل هو منطقي؟ وبلغة التفصيل، ماذا يحدث للبطل السابق صاحب الروعة والنماذج بمركزه السابع؟ وماذا حصل مع ابن الجابر الذي انطلق بثقة ودك الشباك بلا رحمة، ثم توقف أمام الرائد بخسارة وترك بعدها الصدارة؟ هل كشفت أوراقه أم أنها مجرد كبوة؟ هل هذا المشهد الذي مثله الدوري جاء بدور القوة أكثر من الغرابة أم العكس؟ ومع نهاية الربع الأول، هل هذا هو التلميح الأخير لترتيب المتنافسين؟ أم أن ثورة التغيرات صفة ولدت في هذا الموسم ولن تتغير مع الأيام؟ نعلم أن التوقع صعب يشتاق للمستحيل، لكن محاولة القراءة أمر مشروع حتى لو اقتصر على القليل. في الدوري الأغرب، دوري جميل. لبرنامج الملف الأحمر، إبراهيم المديش. شكرا للزملاء التقرير الحلقة. أعود من جديد مع زملائي زميلي محمد دويش وزميلي فهد الروقي في حوار يتواصل، وأيضا سنسحب عبر التليفون رأي فني، سيكون معنا الكابتن صالح مطلق، وأيضا أسعد بصحبة الكابتن الفتح الجبال للحديث حول أمور الفنية وشكل الدوري بشكل عام. من جديد أرحب بالزملاء وأدخل في صلب هذا الموضوع. يعني الثلث الأول ينتهي أبو سليمان، الثلث الأول ينتهي، الصدارة النصراوية تتوج ربما مجهود إدارات أو عمل هذه الإدارة تحديدا من فترة طويلة، يعني 4 سنوات تقريبا الآن على النهاية الرابعة. تدارك النصر أو لم يتدارك، نضج النصر فنيا أم لم ينضج، هذه الصورة واضحة الآن بصدارة الدوري. الجميل أيضا هو النشوة واللي قاعدين نتابعها هذا الأسبوع، النشوة من أنصار نادي النصر، وردة الفعل أيضا ربما جميلة أيضا، سواء كان من المدرج الهلالي المنافس التقليدي أو من المدرجات الأخرى المنافسة على الصدارة. يعني أنا أقول لك بسمان الآن لا تكلمني فأنا متصدر، ماذا يعني هذا المشهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه إحنا حنطرح بعيدا عن هذا المشهد، لأنه هذا المشهد هو مشهد جماهير، وأنا أحترم وأقدر الجماهير، وناخذ في الاعتبار أنه نوع من التبادل، يعني مثل ما تقول الملاطفة والأشياء من هالقبيل. إنما لما الإعلاميون يخوضون في مثل هالأمور، يعني هنا ممكن أنت تعتب عليهم أو كذا. الحقيقة اللي لاحظته أنا أنه في تسرع صاير عندنا في الحكم، لا على الدوري ولا على الفرق. يعني من 5 جولة الآن 6 جولة حكمنا، يعني تقريبا صار في أحكام، يعني هذا ما كان يحدث في المواسم الماضية. يعني في المواسم الماضية كنا ننتظر إلى نهاية الدور الأول، بعد ما ينتهي الدور الأول نبدأ نتكلم عن مستوى الفرق، عن شكل الفريق، حتى شكل الفريق فنيا، شخصيته الفنية، كل هذه أمور ما تبان ترى. يعني أنا ما أدري ليه صار فعلا الوسط الرياضي سواء الإعلامي أو الجماهيري عندهم تسرع في هذه النقطة. يعني لكن أنا كمتابع ما أقدر أسمي نفسي ناقد فني، ولكن قد يكون عندي يعني بعض الانطباعات والاستنتاجات والقراءة. أنا أشوف أنه لسه بدري أنه نتكلم حتى عن شخصية فريق. يعني حتى لما تأخذ النصر أو الهلال
أو الشباب أو أي فريق تتكلم حتى ويمكن الكابتن فتح الجبال ممكن يفيدنا في هالنقطة. حتى الفتح أنا أشوف فيه تسرع على الحكم عليه بالاستبعاد من خلال الجولات اللي راحت. مو يعني يمكن واحد يقول لك نعم ما راح يكون بطل الدوري، جائز انه ما يكون بطل الدوري، لكن ما تقدر تستبعده من المنافسه. يعني هو لسه يعني ما فات شيء كثير يعني، ولا تعرض الفريق لهزه في 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 احد المباريات تعتقد انه خلاص يعني فقد كل اوراقه كل او شخصيته اللي رسمها في الموسم الماضي. فانا اتمنى انه نعيد النظر في هذا التسرع، في استعجال، في تسرع شوي. نعم. في ثقافة فهد ممكن نسميها، في ثقافة يعني ثقافة صدارة، ثقافة فوز. هل الفوز يولد الفوز؟ هل يعني هل هذه الثقافة موجودة عندنا ولاحظناها في دورينا؟ لا للأسف الشديد مي بهذه ثقافة الفوز يعني ما تنطبق على الحالة الموجودة أمامنا. الحالة الموجودة أمامنا أشبه وجبات سريعة. وجبات سريعة كأنه يعني الست الجولات الماضية كأنها حكمت وعطت يعني من خلال الانطباعات الأولية اللي احنا نشوفها في ردود الأفعال سواء إعلامية وحتى جماهيرية، فكأنه اتضحت معالم الفرق مع أنه إلى الآن الحكم ما زال مبكر جدا. يعني حتى قبل شوي أنت تقول مش عقل ثلث الدوري، لسه إلى الآن ثلث الدوري ما جاء، الآن ست جولات فقط، بقي 20 جولة هذه فيها يتحدد أشياء كثيرة جدا. يعني باقي مباراتين، لو قلنا 3/8 24 هي 24 مباراة تقريبا، 26 اوكي تقريبا 3 أسابيع الا يعني هو قال قرابة ثلث الدوري تقريبا ما تكلم انه الى الان ما زلنا مبكرين في كل الاحوال. يعني اللي نشاهده الان الى الفيصلي تقريبا في المركز الحادي عشر بخمس نقاط يبعد عن ليفصل عن ال صاحب المركز الاول المتصدر 3 مباريات. يعني بالامكان الفيصلي بعد الجوله التاسعه ان يعني يكون هو المتصدر لو استطاع انه يفوز في الثلاث مباريات انه يلحق، انا اتكلم انه يلحق بالمتصدر مثلا وهو في صاحب المركز الحادي عشر او الثاني الحادي عشر. وصارت يا فهد في المواسم الماضيه ترى صار مثل اخر شيء قال اللي قاله فهد مطوع، الاستاذ فهد مطوع، اني انا طلعت العام الماضي اعتقد الموسم الماضي طالع من الدور الاول بنقطه، الدور الثاني يكاد يدخل ضمن الثمانيه كاد يدخل ضمن الـ في موسم اول موسم لاداره الامير محمد بن فيصل على ما اذكر اعتقد 1404 او 3 ماني فاكر بالتحديد، اظن 1404 4 تقريبا 2004 الفريق يعني بعد الاسبوع الخامس كان في المرتبه الثامنه، بعد الاسبوع الخامس اللي تقريبا يعني قبل اسبوع من الان دوريا كان في المرتبه الثامنه، ثم استطاع انه بعد الاسبوع الخامس تقريبا 11 مباراه متتاليه انه استطاع الفوز، مع انه كانت مباريات مربعه يعني ما كان سباق نقاط. المقصد انه الى الان الملامح يعني نقدر نحكم بصوره غير دقيقه، يعني ما نقدر نقول لك مثلا انه والله المنافسه انحصرت بين الهلال والنصر صداره. قد ينتهي الموسم والهلال والنصر في الخامس او الرابع او الخامس او السادس. الان يعني المساحه خاصه بعد هذه الجوله وفتره التوقف المساحه يعني امام عندك النصر الهلال نجران رقميا، مع اني انا استبعد انه يكون ينافس على الدوري رقميا، الشباب الاهلي النصر الاتحاد هذه خمسه يعني الطرق. انا اوكي انا يعني اتفق معك، النصر في صداره 14 نقطه بعدها كلها اربع، الهلال 13 12 11 10 10 9، الاهلي الاتحاد كلها 10 10 9. يعني ممكن الجدول هذا يتغير الى الفتح، يعني الفتح ممكن يكون ايضا يعني هو ربما يعني والاشياء الفنيه بس حكينا نتائج مؤخرا، يعني لكن ربما تعادل النصر وخسارة الهلال في الجولة الأخيرة فتحت المجال على مصراعيه للفرق جميعا، يعني حدت يعني ما أصبح فيه تفوق، هي حد هي حدت لو فاز أحدهما ربما يكون فرق يفرق حيكون 6 نقاط، فترة التوقف ستكون عامل ضغط على بقية الفرق لأنه أي تعطل لهم معناه 9 الفارق، لكن بتعادل النصر وخسارة الهلال يعني أصبحت حتى الضغوط على الأندية المنافسة مش ما وجدت بهذا الكم، يعني خففت من تاثير تعادل طيب الهلال والاهلي والاتحاد. انا اتفهم بس الكلام، بس ممكن الجزم انه النصر والهلال سيظلان قريبان، يعني ما اتوقع انه
يعني كلامنا هذا عن التسرع لا ينفي حقيقة أنه احتمال أنه الهلال مرشح بنسبة كبيرة أنه يواصل. النصر أيضا أنا شايف عنده عوامل ممكن تخليه يواصل، بس مو بالضرورة أنه يأخذ الدوري مثلا. وش أبرز عوامل؟ يعني نتكلم عن المنافسة. ليش اختلف النصر بوجهة نظرك وبالسماع هذا الموسم؟ النصر من الرأي اختلف. فالنصر أول شيء النصر استفاد من الاستقرار الفني، ما في شك أنه بقاء المدرب أعطاه يعني عوامل للعمل مساعدة. الحاجة الثانية وهي الأهم وهي الرهان الأكبر للأمير فيصل بن تركي اللي هو دكة الاحتياط. يعني الرجل اشتغل على دكة الاحتياط، صنع بديل من خارج النادي يعني مش من أبناء النادي. عادة البدلاء يكونوا صعدوا من الدرجات. أحضر بدلاء جاهزين. إيه أحضر بدلاء. من وجهة نظري مدام الحديث عن النصر، لما قلت رهان أنا أعتقد أنه الأمير فيصل بن تركي إما أن تنجح تجربته اللي هي بين قوسين تجميع اللاعبين، تنجح التجربة أو يمكن ما تنجح. وأعتقد إذا لم تنجح هذا الموسم معناته نهاية التجربة ونهاية رجل التجربة. يعني الأمير فيصل بن تركي إما أن يخرج من الموسم بنجاح هالتجربة واللي هو أصر عليها، يعني رغم وجود أصوات في النصر مطالبة بأنه هذا غلط وهذه التجربة لن تنجح وتجميع اللاعبين ما رح يفيد، يعني لازم يكون عندك 5-6 على الأقل طالعين من شباب النادي، هو أصر على هذا المشروع هذا الاتجاه وهذا التوجه. إن لم ينجح معناته التجربة نفسها فشلت، وبالتالي هو يجب أن يتيح الفرصة لواحد آخر يجرب أو يأتي بتجربة أخرى، أو هو نفسه شخصيا يقتنع أنه هذا الطريق وصل إلى مسدود آخر أصبح التجربة. مسدود وبالتالي يجب أن يبحث عن أسلوب آخر يحاول مرة أخرى أنه يعيد النصر من خلاله. تثق فيه؟ أكيد أثق فيه. يعني أنت السؤال هذا مش على ما أدري إيش المقصود فيه صراحة. أرجع لك فيه إيش المقصود فيه. خليني أخذ مدربنا الوطني أيضا والكابتن القدير صالح مطلق. كابتن صالح مساء الخير، شكرا لجوابك مع البرنامج. أهلا وسهلا، حياك الله أبو مشعل، وأيضا أحيي أبو سليمان وأعتقد فهد الروقي ولا لا؟ نعم فهد الراقي. كابتن احنا نتكلم عن الصدارة عن المنافسة. انا سألت بعض الأسئلة لكن يعني او حديثنا مع الاخوان، يعني كان حديثنا مع الاخوان بعيدا عن الامور الفنية، خلينا نستنجد بك بالامور الفنية. هل الوضع صحي حتى الان في الدوري؟ هل الرؤية واضحة ام ان لا ما زال هناك الكثير والكثير فنيا؟ الرؤية واضحة بالنسبة لايش؟ بالنسبة للصدارة والمنافسة على الصدارة. الصدارة والمحافظة على الصدارة والمنافسة على الصدارة أيضا. والله شوف الرؤية واضحة، نعم أنه الأفضل هم الرباعي الآن اللي هم راح يتنافسون على الصدارة. عرفت أنه واضح أن ظروف الشباب مهي بالظروف الجيدة، واضح ويحتاجون وقت الآن على أساس أنهم يستعيدون وضعهم. وأعتقد أنه مثل الشباب يعني الاهتزاز فيه واضح، وبالتالي بيكلفوا كثير عشان بيرجع مرة ثانية. أتصور الشيء هذا بالنسبة للشباب كخامس. يعني بالنسبة للفتح أيضا يبدو لي أيضا وضعهم لا الفني ولا حتى الإداري ولا القرارات ما هي مثل الموسم اللي فات، وبالتالي منافستهم راح تكون يعني أقل من الأربعة الموجودين الآن اللي هم الأهلي والاتحاد والنصر والهلال. هذا بالنسبة كتنافس. طيب. بالنسبة صدارة مثلا أو بطولة دوري يعني مثلا، يعني أنا أعتقد أنها بدري كثير الحياة الكلام هذا، لأن الدوري أنا أخوك ظروف قد تكون الآن الأمور كلها أوكي كقراءة كقرارات، سواء كان بالنسبة للنصر أو للهلال. طيب كابتن أو الأهلي، ولكن مع مرور الوقت ومع دخول بارك الله فيك المباريات وتنافس، يعني احنا خلينا نقول يعني اخر مباراة الهلال والرائد ما كان احد يتوقع ان هناك نتيجة راح تروح لصالح. صحيح اتفق معك. طيب كابتن، ما الذي اختلف في النصر هذه المرة؟ يعني كيف شايفه فنيا؟ كيف شايف استقراره فنيا؟ ابو سليمان قال على يعني عزا على جانب الاستقرار الفني ودكة البدلاء. انت فنيا كيف شايف الوضع؟ وش اللي اختلف في النصر؟ بس
تسمعني كابتن؟ كابتن صالح؟ طيب انقطع الاتصال، يعني اتمنى اني اعود مره ثانيه عشان اشوف الرؤيه الفنيه. انا كنت احكي على قبل ما اطلع فاصل ترى الرباعي، انا كان ودي انك توقفت عن كلمه الرباعي، يقصد هو النصر والهلال والاتحاد والاهلي. الاتحاد والاهلي اي، يعني في عندنا نجران، نجران والشباب ايضا والشباب. لكن يعني هو ربما يراها من وجهه نظر يعني فنيه، يعني اذا ممكن نجران مثلا يستبعد وما يستمر، الشباب ليش ما يستمر؟ ليه؟ الامور هذه تتوافق معها فهد فيه؟ ايوه طبيعي ان الشباب مؤهل، يعني يملك كل الادوات، فريق روح البطل موجوده عنده، بطل النسخه قبل الماضيه، عناصر الموجوده سواء الاجنبيه ولا حتى المحليه، عناصر قادره على التالق، قادره على المنافسه، وتمتلك خبره البطولات. مر طبيعي انه الظروف اللي مر فيها الشباب حاليا، اللي هي مساله رحيل الجهاز الفني، عدم الاستفاده الكامله من العنصر الاجنبي. هذه ما كانت شبيهه بحكايه جريتس انه يواصل بعد اسيا، بعد خروج اسيا يمشي في اول الدوري، نسخه نفس الشيء، نسخه كربونيه يعني. نسخه كربونيه ما استفاد الشباب من تجربه لا، وفوزه ترى فهد، فوزه في المباراه الاخيره ثم توقف، ترى اكثر يمكن فريق انا اتوقع يستفيد من التوقف والشباب، الشباب بمراجعه اوراقه يعني. من حسن حظه انه فاز، وفاز على فريق ترى اللي هو الاتفاق يعني، صحيح فريق اسم يعني. طيب انا استاذنكم اطلع فاصل ثم اعود من جديد، ما نسيت ابو سليمان وبرجع اقول لك تثق فيه ولا لا، تثق في رئيس النادي ولا بعد الفاصل. اهلا بكم، اسعد بصحبتكم من جديد في الجزء الثاني من البرنامج. صدارة الدوري هي الملف الاحمر لهذا الاسبوع، يعني لا تستغربوا لا تقولون ليش ولا هم يعني ليش هذا متصدر ليش هذا ما هو متصدر، لا في ظاهره نبغى ندرسها ونبغى نناقش امورها ونعرف كل الاسباب فيها. بما ان الان الدوري توقف نفتح ملف مع الدوري بعد ما نعود بعد عيد ان شاء الله، اكيد في القضايا الكثيره اللي بنتابعها مع بعض. ارحب بالزميلين زميلي محمد دويش وزميلي فهد الروقي، والحديث يتواصل. انا قبل ما اطلع ايضا في جزئيه فنيه ارجع لكم بالسمان، انا سالتك قبل شوي قلت لك تثق فيه، انا ما اقصد يعني تثق في الرئيس، انك تثق اكيد تثق في الرئيس الموجود، لكن يعني تثق يعني ما تثق في ما لها قيمه ان يثق فيها وما اثق فيها. لا تثق في الرؤيه في الرهان حقه اللي قاعد يسوي. لا لا مختلف انا معه، وان كنت انا ارى الان يمكن يحيى الشهري مثلا كان ما في شك انه صفقه موفقه، يعني هو لو اهتم بالنوعيه من البدايه كان يمكن من زمان صانع فريق. يعني ابو مشعل هذا توجه، وهذا توجه، يعني توجه حتى في اسبانيا مثلا برشلونه له توجه وريال مدريد له توجه، هذا مدرسه وهذا مدرسه. يعني انا شخصيا ضد التوجه، ضد انك تجمع اللعيبه، انا مع بناء فريق من النادي وحسب الحاجه تجيب. بس على فكره يعني هو حسب يعني الحاجه وافضل الموجود. النصر خاض تجربة حتى قبل الأمير فيصل، يعني يمكن الأمير فيصل هو اللي عزز هالشيء، اتجه اتجاه كامل إلى أنه يجيب لاعبين من برا يسود من الاحتراف. طبعا في الغالب ما وفق، في الغالب ما وفق. بدأ الآن زي ما قلتك، يعني محمد نور مثلا أنا أعتبره صفقة ناجحة، وإن كنا يمكن نتكلم عن موضوع كارين ومحمد نور، لأنه أنا أشوف محمد نور قاعد يعطل كارين، وعفوا قاعد يعطل نور الاستفادة منه. إيه يعني النصر مش مستفيد من وجود لاعب مثل محمد نور بسبب كارينو، بسبب فلسفة كارينو. فأنت تقول لي تثق فيه، أنا أقول لك ما له دخل موقفي الشخصي من الأمير فيصل بن تركي، أقصد بالرؤية. حتى رأيي رأيي مش هو اللي حيطبق في نادي النصر. أنا من أنصار هذه المدرسة اللي زي ما قلت لك تبني فريق وتطعمه بال يعني يبرز عندك مثلا انا بقول لك الهلال يمثل المدرسه الاخرى اللي انا مؤمن فيها، وان كان في السنوات الاخيره بدا يعني بدا يصير مثل النصر، لكنه الى حد كبير حافظ على هذا التوجه، انه انا ابني فريق من الداخل، واي خانه مثل ما نقول النور الاصفر الخطر يبرز فيها يولع فيها مثل ما نقول، على طول اروح اشوف الافضل واجيبه. هذا نهج وذا نهج بغض النظر عن رأيي انا الشخصي. صحيح. كابتن صالح مطلق مره ثانيه بجيك فهد، باخذ رايك فهد، لكن خليني اشتغل تواجد كابتن صالح مطلق. كابتن فنيا ما الذي تغير في النصر؟
والله شوف النصر يعني يمكن هو صارت امور تراكميه من الموسم اللي فات، تعرف ان كارينو جاء في نص الموسم اللي فات واستمر، فهذا نوع من يعني خلينا نقول الانسجام، التفاهم، التناغم، الاستقرار كلها موجوده. عرفت؟ فبالتالي الرجل ايضا اختار اللاعبين بيرتم وإلتون وكانه يقرا بالنسبه له انه ينتظر الاثنين هذولا اللي يخلصون له الجول يفكرون اللي يكون الذهنيه. يعني كانت مشكلته فنيه في عدم انهاء الهجمه ولقاها الان حل. نعم. هذه المشكله؟ نعم، انهاء الهجمه مش امكانيه، انهاء الهجمه كتفكير، يعني الاثنين هذولا لو تلاحظ طريقه لعبهم كل الكرات اللي يستلمونها حول ال 18 وال 18 في تفكير واحد فقط وهو التسديد على المرمى. هذا اعتقد قراءه انه كارينيو كان قارئ النصر انه ممكن الامور في خط الوسط في خط الدفاع ممكن تحل، خصوصا انه عنده ما شاء الله لا او مرمى يعني متمكن، يمكن هو مشكل نسبه كبيره من دفاع النصر الان وقوه النصر الدفاعيه اللي هو عبد الله العنزي. لكن ايضا تفكيره باضافه إلتون او 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 نوعيه إلتون أبيرتون المهاجم اللي يفكر في التسديد كحل اول. طيب كابتن يعني عطنا فرصه عفوا عطنا فرصه خليك معنا شوي، انا عندي سؤال وابو سمع محمد ديوش عندي سؤال، تفضل محمد. انت قلت صالح مساء الخير اولا. هلا حبيبي. انت قلت انه الاثنين الموجودين اللي هم فيرتون وإلتون تفكيرهم للمرمى. طيب انت ما تشوف انه هذا مسبب فرديه في خط المقدمه النصراوي؟ يعني في عده فرص او لقطات الحرص على التهديف من جانب لاعب أضاع على الفريق فرصة أسهل للتهديف. يعني هذا أنا أعتقد أنها بارزة. اثنين، أنا أعتقد أن الاثنين مو يعني إذا كنت تقصد أن الاثنين من نوعية واحدة أنا أعتقد لا، أختلف معك. من الواضح أنه طبعا الأسماء تختلط عليه، بس رقم 11 أعتقد أنه إفرتون، هذا لا لاعب، أنا أعتقد أنه لاعب جيد وجيد التمركز، عنده مهارات، بينما إفرتون الأسمراني إلتون الأسمراني هذا لا، هذا ما عنده الا الشوت صراحه، يعني تفكيره زي ما تفضلت بس يشوت. انا اتكلم بسليمان، خلصت السؤال اجاوب ولا؟ اي نعم تفضل. سليمان انا اقول الكلام على وش اللي تغير في النصر. هذا سؤال ابو مشعل. بالتالي انا اقول انه الرجل كارينو كان موجود في النصر من الموسم اللي فات، فقراءته لوضع النصر انه يحتاج الى لاعب غير سهلاوي مثلا. سهلاوي ممكن يفكر، ممكن يكون عنده حب المراوغة، تمركز وكذا، لكن الاثنين هذولا التركيبة لهم اثنين قد يكونوا مكملين على بعض حتى لو كان في اختلاف بينهم، انه الخيار الاول هو التسديد على المرمى. طيب يسجل هدف. كابتن بالتالي الحلول الاخرى قد تكون موجودة عند كارين. انا اتصور لاني انا لاحظ على إلتو مثلا، الاحظ عليه انه التسديد على طول في اي شكل من الاشكال، انه ما يسدد على المرمى. فبالتالي هذه لن تكون يعني محض صدفه، ولا يكون اختيار المدرب مختاره بشكل اكيد بعنايه، لانه طيب. قراءه كارينيو للفريق النصر انه يحتاج النوعيه، هذه قراءه مدرب لحد الان هي ناجحه. كابتن خلني اخذك في عشان عامل الوقت كابتن، خلني اخذك في شق اخر، المدرب الوطني الكابتن سامي الجابر وخسارته الاخيره، هناك يعني من ربما اوعز لانها انتهى الكابتن سامي، يعني ما عنده شيء جديد يقدمه وسقط في بداية المشوار، انت كيف تراها كابتن؟ عد علي ما سمعتك زين. يعني هناك من يرى ان يعني سامي الجابر سقط من بداية المشوار، يعني ما عنده شيء، يعني من اولها سقط بخسارته من الرايد، انت كيف تراها؟ اللي يرى منه واللي يرى انه انتهى منه صوت، يعني رأي موجود، رأي إلى أي مدى أي مدى أنت تتفق مع هذا الرأي أو ترفض هذا الرأي؟ لا مرفوض تماما الرأي هذا ما أنا يعني منين مستنبط الرأي هذا؟ رأي فني هذا أو مجرد رأي أو عاطفة أو وش بالضبط ما أعرف، لكن أيا كان على الأقل إذا بغينا ندخل في يعني على الأقل مقارنة خلينا نقول جدلية، نقول 5 فوز و1 هزيمة، إذا 5 فوز يا أخي على الأقل تكون عاقل، ما يمكن تعاملني في 5 فوز وتقول على هزيمة تقول لي هذا يعني كنتيجة، مع أني أنا أتكلم على أداء، أتكلم على استقرار، أتكلم على هوية الفريق، على تقبل اللاعبين، على أنه الرجل متحمس بيسوي شيء، هذه كلها نقاط تسجل بصالح سامي.
كابتن صالح المطلق. وصلت الصوره كابتن. كابتن صالح المطلق المدرب الوطني القدري ايضا القدير ورؤيه فنيه حول الدوري حتى الان والصداره. شكرا كابتن. شكرا. تفضل ابو محمد. لا انا ودي انك سالته عن محمد نور حقيقه، يعني هل هي جزئيه محمد نور، جزئيه محمد نور وجزئيه السهلاوي ايضا. الى متى المدربين يعني او النجوم اصبحوا الان، في الاول كانوا المدربين ضحيه النجوم، الان اصبح النجوم ضحيه المدربين. ما حصل مع مدرب الشباب في السابق وتفريط في النجوم، والان يعني كارينو اذا نظرنا الى محمد نور وسمعنا اصوات او ربما قرانا انه السهلاوي ربما يغادر بسبب دكه الاحتياط. انا هذه الامور لي رايي في هذا الجانب، وهذا للاسف معضل مع بعض الكره السعوديه. لا شك انه اللي قام فيه الامير فيصل بن تركي عمل جبار، استطاع انه يحضر نجوم كثر للفريق، لكن هذه الاشياء لابد انها تكون بعمل مقنن، يعني فني اداري، يعني احضار مجموعه كبيره من اللاعبين في الخط الامامي سواء مهاجمين او خلف المهاجمين او يعني لعيبه خلينا نقول سوبر ستار او نجوم، ستلقي بظلال على الدكة الفريق النصراوي. احنا عندنا مشكلة، عندنا كثير من اللاعبين ونماذج في كل الأندية، ما خص نادي معين، في اللاعب يحتمي بضغوطات خارجية، محبة جمهور، محبة إعلام، محبة تقارب من أعضاء شرف وإلى آخره. ما عند اللاعب عندنا، واحنا قاعدين نعزز هذه الثقافة، انه ما عند اللاعب المحلي قضية تقبل انه يكون في الدكة. ديل بيرو في آخر موسم مع جوفنتوس يشارك في الوقت بدل الضايع، مدرب هو ديل بيرو النجم الاسطوري لجوفنتوس الايطالي، وبدون اي تذمر. احنا اللي قاعد يصير عندنا انه لا، يصير في صراع نجوم، يصير في صراع فرض قوه بين المدرب واللاعب واللاعب النجوم. اللي حدث في النصر في نوع من التكدس في المنطقه الاماميه بعكس المنطقه الخلفيه، يعني ما في توازن. يعني في لعيبه الخطوط الخلفيه، اضرب لك مثال، ابراهيم غالب لو يغيب ما في مقارب لمستواه في النصر كلاعب محوري، حتى على مستوى اختيار اللاعبين الاجانب. احيانا نقول مثلا انه نحن مع الجهاز الفني في اختياراته احيانا، لكن لابد ان يناقش. مثلا انت عندك السهلاوي حسن الراهب، وتعاقدت مع ربيع سفياني، وعندك تعاقدت مع عبد الرحيم جيزاوي، ثم تحضر مهاجمين اثنين اجانب ثلاثه مع صانع اللعب، مع صانع اللعب، ومش صانع لعب، هو يلعب تسعه ونص خلف المهاجمين، اللي هو في اكثر من لاعب في النصر على الاقل زبدة خلاصة محمد نور أستفيد منها أنا في هذا المركز. يعني لو نوقش المدرب أنه أنا ممكن أستبعد باستوس سواء فترة الشتوية أو الصيفية أو فترة الشتوية القادمة، وأحضر لاعب محوري قوي وتتم بالاستفادة. إحنا عندنا يعني أفضل لاعب سعودي يلعب خلف المهاجمين موجود الآن اثنينهم في النصر، القديم والجديد، محمد نور قديما الخبرة والشباب، اي ويحيى الشهري حاليا اللي هو اللاعب مش صانع اللعب التقليدي، صانع اللعب القادر على اللعب خلف المهاجمين. في هذه الجزئية أرى أنه حتسبب مشاكل للنصر فنية، ما أقول لك أنها بتصير مشاكل خارج الملعب مثلا في الفريق بعيد عن الإعلام، لكن على الأقل فنيا حيكون في مشكلة في النصر. النقطة الثانية يقول أبو سليمان أنه مسألة الفكر صناعة فريق داخلي ودعمه بالله. أنا من وجهة نظري أنه استقطاب الأسماء صغيرة السن هذا يعتبر صناعة. نعم صحيح. اسم يعني بغضنا، يعني أنا يحيى الشهري ممكن بعد 10 سنوات تألق مع النصر أقول هذا لاعب مصنع في النصر، مع أنه مع كامل تقدير. أنا قلت لك فهذا أنه هذا استثناء. أي يعني وهلم جرة اللي قاعد يصير في النصر 15 سنة الأخيرة، وهذا للأسف الشديد لابد أنه يعني صناع القرار في النصر لابد أنه يدرس هذه الظاهرة، عدم القدرة على صناعة نجم. النجم اللاعب الموهوب تحصله في أي مكان، في الأحياء، في الأكاديميات، في الفئات السنية. اللي نشوفه احنا، أنا كمتابع من خارج إطار المشهد النصراوي، أنا أشوف أنه في لاعبة في صفوف النصر مروا على المنتخبات السعوديه سواء ناشئين او شباب او حتى اولمبي، كانت اسماء مميزه صحيح، واحتلت خانه الاساسي في المنتخب الوطني، لم يعطى الفرصه. لان اضرب لك امثله كثيره جدا، يعني منتخب كولومبيا افضل منتخب سعودي قدم كره قدم حقيقيه، منتخب كولومبيا 2008 او 2010
كان في لاعب في م... في اساسيين في نادي النصر. الان اسماء الاقران في الانديه الاخرى قاعد نشاهدهم، فهد المولد، عبد الله الحافظ، عبد الله عطيف، ياسر الشهراني. هناك منتخب سعودي شباب يعني. عبد الله سليم اللي لعب في كولومبيا. اللي لعب منتخب المملكه للشباب اللي لعب في كمبيوتر اهل كاس العالم دور 16. كل هذا المعلومات استفاد هذا التوجه الموجود، هذا فكر الرجل. يعني انا قلت لك اللي يقود النصر سليمان اللي يقود النصر هذا تفكيره. معلش انا اعتبر ما فكر في هالفكر اللي تفكر فيه. انه انا اعتبر، اسمعني، انا اعتبر انه حصر هذا الموضوع في فكر فيصل تركي انه مش يعني تجني على الرجل. ليه؟ لانه هو صاحب القرار. اسمعني الله يخليك لي. طيب هو ما جاب فكر من عنده، هو ما غير هذا الفكر من 15 سنه. فيصل بن تركي له 5 سنوات، يعني قبل فيصل بن تركي ب 10 سنوات يعني. ممكن كان هذه ثقافه في النادي. لا بس ذيك المرحله اخر نجم، ذيك المرحله ما كان في بينا. ابراهيم ماطر اخر النجوم اللي صنعها من النصر، بعدهم ما عاد نشوف لاعب يعني يصنع من النصر من الفئات السنيه. ثم كان فيه مال يا فهد لها، ما هو زي الان. من جاء ايمن بحادق، الدكتور ايمن بحادق بدا شغل مختلف، بنى ملاعب، جاء مدربين، صار في شغل. الفتره اللي تتكلم عنها يا فهد دي حتى الاستاذ حمد المبارك في العام، حتى حمد جاء مؤخرا في الفتره، في الفتره اللي جاء في اللي الفتره اللي تكلم عنها فهد اللي قبل الامير فيصل بن تركي، الفتره ذيك ما كان في اي اهتمام يعني بال، فكانوا فعلا يجيبون لاعبين يعني لا قدروا انهم يهتموا بالن، لكن الان مؤخرا من سنوات صار في اهتمام بالفئات السنيه. في لاعب انت فهد انا ما ادري انت تجاوزته متعمد، انا اعتقد انه الان افضل لاعب في النصر لو شايع شراحيلي. يعني الشهره اخذها ابراهيم غالب، ابراهيم غالب نعم نجم، لكن انا اشوف انه هذا اللاعب وهو فعلا طالع ترى من مثل ابراهيم غالب، يمكن ابراهيم غالب جاي من نادي ثاني وهو صغير والنصر يعتبر هو اللي قدمه، ولكن شايع من ابناء النادي. الان قاعد هذا اللاعب يلعب في كل مكان في الملعب، قاعد يغطي يمين وشمال ويطلع قدام ويرجع ورا، يعني عامل شغل صحيح كبير جدا في وسط النصر اللي هو شايع شراحيلي. طيب انا ما تجاهلت، خليني اكمل ابو سليمان، انا ما تجاهلته لسبب بسيط، انه مركز الثقل الان في مركز محور الارتكاز في النصر بدليل اوبتا، انه اكثر لاعب الى الان هذه موقع الاحصاءات، اكثر لاعب في الجولات الست قطع كره في كل الفرق السعوديه ابراهيم غالب. فانا يعني ابراهيم يعني ممكن تعوض، انا بالنسبه لوجهه نظري انا ممكن اعوض شايع شراحيلي، ما ارى انه لاعب يعني يمكن يسجل 2 أو 3 في النصر خلال 6 الجولات، ثباته في المستوى، اداء في اكثر من مركز، لكن الرمان في ايمن فتيني الغائب ايضا، الرمان في الفريق برضه يعني ايمن فتيني ما تعتمد عليه. طيب شوف مركز المحور هو اكثر المراكز، انا بس ما عاد عندي وقت لاي شباب. فريق حاجه له. انا مضطر اقاطعكم في الفتره الثانيه. انت مع ابو سمان قلت ركز وجاب كثير، رغم انه يعني ما هي ثقافته لحاله، يعني هذه ثقافه موجوده يعني في وقت من الاوقات. اتهم مثلا، لا معليش، مثلا منصور البلوي، استاذ منصور البلوي يمسيه بالخير، اتهم بالاتحاد يعني كثره النجوم وتكتيس النجوم. يعني انا قلت لك انه يعني هذا هذه ثقافه، يعني قلت لك انه هذا توجه. وعلى فكره لما تقول ان هذا توجه لا يعني، حتى لو اختلفت معه لا يعني انك تقول ان هذا غلط. قلت لك انه في العالم كله موجود هذا الشيء، يعني موجود، هذه مدرسه وذي مدرسه. كم لاعب طلع من النصر وراح للفتح حقق البطوله مع الفتح بس نيمان؟ والله كثيرين يعني، وصاروا نجوم يعني. صاروا من نجوم. وجهة نظرك ليش؟ يعني انا ما يعني ما بحثت هذا الموضوع، تعرف انا ما احب اني اتكلم كاستنتاج او قراءه، لازم اعرف بالضبط وش اللي قاعد يصير، لكن ربما يكون التعامل، ربما التعامل مع اللاعب، التعامل الفني. طيب. والتعامل الاداري مع اللاعب يمكن مختلف، فعاد اكتشافه. هل هذا صحيح كابتن فتحي؟ اسعد بصحبه كابتن فتحي جبالي بالمناسبه. يعني خليني، مساء الخير كابتن، شكرا. انت الليله ما غيرت لك. شكرا شكرا لحضورك لاستجابتك دعوة البرنامج. كابتن فتحي مساء. ايوه اهلا وسهلا يا صديقي، سعيد بان اسمع صوتك. اهلا وسهلا، مساء النور، ونرحب بضيوفك الكرام. انا الحقيقه ماهيش قدام الشاشه بس انا نرحب بهم. اهلا وسهلا. وانت عطيتني وانت عطيتني سؤال على الطاير على طول. كابتن عفوا، كابتن أنا كنت أسأل عن يعني كم لاعب نصراوي انتقل إلى الفتح وحقق البطولة معه. زميلي محمد دويش يقول يمكن التعامل الفني أو التعامل الإداري اختلف يعني معهم، وهذا اللي خلاهم يبرزون ويصيرون نجوم يعني. والله هو السؤال هذا أكيد يطرح أكثر بالنسبة للاعبين، لكن احنا جاونا لاعبين اللي
اللي امكانياتهم معناها طيبه بالنسبه معناها لنادي الفتح، معناها من اعطيناهم كيما نقولوا يمكن معناها خليناهم مرتاحين على اساس وانهم يعطيو بدون ضغوطات. ما تعرف انت نادي النصر معناها معناها قدام جمهور مطالب بالنتائج، هذا يمكن اللي خلى اللاعبين يعيشوا تحت ضغوطات كبيره. احنا بالنسبه لنا احنا ما عندنا الضغوطات هذه وخليناهم معناها يلعبوا باريحيه والحمد لله، معناها كان النظر نتاعنا كان معناها جيد واعطوا اضافه بالنسبه لنادي الفتح. حلو كابتن، انت كيف شايف الدوري مع انقضاء الست جولات؟ وين يعني وين حامل اللقب؟ حامل اللقب الان في المرتبه السادسه او السابعه تقريبا، السابعه. ما الذي يحدث؟ حامل اللقب موجود اخ سلمان، حامل اللقب موجود وحامل اللقب معناها دائما يشتغل بامكانياته، ويمكن معناها الشيء اللي الحين توا معناها ما يشوف فيه الناس وانه حامل اللقب لازم يكون في المقدمه. احنا بالنسبه لنا احنا الحقيقه الهدف نتاعنا ماهوش معناها ماهيش بطوله، احنا صح وانه حققنا البطوله العام الماضي لكن هدفنا انه نبقى ضمن النخبه، النخبه اكيد معناها ضمن الست الاوائل ضمن الفرق اللي ما تعتبر نخبه هنا في السعوديه. هذا هدفنا، هذا اللي عاوزينه، معناها الفريق الحقيقه قاعد يشتغل وقاعد معناها يسوي في مباريات جيده. ومعناها ما هيش ضغطتنا كثير بس من النتائج، ومعناها ان شاء الله احنا اذا كان حصلنا معناها مركز اربعه بالنسبه لنا احنا معناها انجاز كبير. انت كيف شايف كيف شايف الدوري حتى الان؟ كيف شايف الصداره النصراويه، المنافسه الهلاليه؟ نجران يجب ان يستحق الاحترام يعني من خلال تقدم الى المركز الثالث، يعني يعتبر ظاهره ايضا نجران في حتى هذه اللحظه يعني. والله فيه الحقيقه نوادي كبيره اللي الحقيقه رجعت، فيه نوادي اللي يمكن التجربه نتاع الفتح معناها خلاتها كيما يقولوا خلاتها تشتغل اكثر، ومعناها وليش لا مثل ما سوى الفتح يمكن مثلا نوادي ثانيه معناها تسويها. صحيح. وهذا اللي حاصل معناها النجران وحتى التعاون يقدم في مستويات معناها جيده، في عدد فرق تقدم في مستويات جيده، لكن معناها الميزه الحقيقه معناها رجوع النصر، اكيد رجوع النصر فريق اللي الحقيقه فريق قاعد يقدم في كره جيده. الهلال معناها رجع ومعناها نفس الشيء يقدم في مستويات جيده، الاهلي نفس الشيء. الاتحاد شفت رغم المستوى بتاعه معناها صحيح وانه ماهوش مستقر من المباريات الاخرى، لكن الاتحاد عنده فريق صغير اللي معناها ينجم يتقدم كثير، والشباب ديما يقعد علامه الحقيقه فارقه في مصر الدوري السعودي. الفرق الكبرى جهزت حالها كويس ومعناها بالعكس هذا يعطي قوه كان للدوري، ومعناها اكيد اللي مش يكون اكثر جاهزيه طول الدوري هو اللي راح يشيل الدوري. كابتن، فنيا لغه المدربين، من المدربين اللي يعني تراهم قادرين فعلا على صنع الفارق؟ اكيد انت دارس منافسينك يعني في الموسم. والله اكيد شوف هو العمل، انت سالتني معناها سؤال فني اوكي، بس العمل ما راح يكون فني، معناها بس العمل راح يكون معناها جماعي، معناها الدور الاداري والمعنويات والمعنوية تاع اللاعبين خاصه بالنسبه للفريق هذاك البطل دور معناها كبير برشا. معناها يمكن ما نعرف الفرق كل الفرق الكبرى الحقيقه متمرسه، وكل الفرق الكبرى معناها عندهم مدربين اللي معناها علامه فارقه الحقيقه، ويمكن معناها تو اللي ماشي اكثر فيما يخص معناها سامي جابر اللي اول تجربه معناها بالنسبه لي، ومعناها ماسك الحقيقه مجموعه معناها جيده من اللاعبين. معناها حتى سامي الحقيقه عنده الخبره واللي اخذها كلاعب اكيد، يمكن معناها يمكن يمشي بعيد كثير. دبلوماسي كابتن انت في اجاباتك. لا ماني دبلوماسي يا اختي. انت كويس. مساء الخير كابتن. مساء النور، اهلا وسهلا. انا طبعا اتفق معك في موضوع النصر انه الضغوطات الاعلاميه والجماهيريه على اللاعب كبيره، فاحتمال انه فعلا انت اضفت اضافه انه ايضا هذه عدم وجود هذه الضغوطات في الفتح ممكن يساعده على البروز. الان خلينا نتكلم لو سمحت عن الفتح. طبعا انا احترم واقدر الكلام اللي قلته انه يعني طموحاتك المراكز الاربعه تقريبا، وانه يعني الحصول على الدوري لا يعني انك تشكل ضغط على لعيبتك انه لابد انك تكون يا لقب او تكون انت خط موسم فاشل. لكن ايش اللي تغير في الفتح؟ يعني هل صحيح انه ما يقال مثلا اللي اسمعه بكثره انه تعامل الفرق الاخرى مع الفتح اختلف؟ يعني صارت الفرق تكفل قدامك، ما عاد هي ذيك الفرق اللي تلعب معك على انك مش ند، يعني هل هذا صحيح كابتن؟
والله الكلام هذا فيه كثير من الصح، فيه كثير من الصح، ومعناه فتح الحقيقة ما فيك، وانه سواله هيبة، وانه معناها كل الفرق اللي ما سمت قابله اكيد بتعمل له حساب، ما واش فتح نتاع معناها سنتين وسنوات خلف. معناها لكن اللي عاوز اضيفه، اللي عاوز اقوله، ما اتمنى نادي الفتح راهو معناها صح، وانه الحين في المرتبه ما سمت السابعه، بس معناها لسه الدوري في معناها في الست جولات الاولى. معناها الفتح معناها بصفتنا عندنا معاه تو سبع سنوات، ومعناها قاعدين الحقيقه معناها نحاول نقدم فريق اللي معناها يقعد مع مثلا النوادي تاع النخبه، حاسين وانه قاعد معناها يتقدم. صحيح وانه معناها ندور على حلول ثانيه غير 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 اللي استعملناها معناها السنه الماضيه، وهذا يبغى له شويه وقت اكيد. ومعناها حاضرين لهذا التحدي هذايا، والمعناها اللاعبين الحقيقه قاعدين يقدموا في معناها في عطاء كبير، وهذا اللي يميز الفتح، اللي يميز مكتب الحقيقه فيه روح كبيره وفيه. قبل ما اودعك كابتن، لاعبين عاوزين. ايوه قبل ما اودعك، هناك يعني اصوات تقول انه ربما العين الان الفتحاوية بدأت تخرج للخارج، هل هناك أهداف خارجية يعني نظرة على الآسيوي ربما تركيز، أو على أهداف لقب خارجي أكثر من داخلي؟ والله هو الهي الآسيوية معناها ما أخفيك، وأنه معناها بصفتنا احنا معناها نمثل المملكة العربية السعودية، وكل النوادي اللي معناها يمثل الوطن تكون عندهم بصمة جيدة. احنا معناها هذا هدفنا، وأنه نخلي بصمة كويسة بالنسبة لنا احنا. ومعناها ان شاء الله في المسؤول يلا يخليك خسرنا. مثل ما فاجأتونا في الداخل، ان شاء الله تفاجئونا في الخارج، يعني هذا احلى مفاجأة تكون. كابتن فتح الجبال، المدرب العربي التونسي القدير ومدرب نادي الفتح، بطل الدوري وبطل السوبر، شكرا لك كابتن. دقيقتين او اقل من دقيقه فهد باقي معي، لك ملاحظات على المذكره كابتن؟ لا ابدا، يعني مع اني ملاحظه على ابو سليمان انه ما كثير اللاعب اللي ابدع من النصر في الفتح، يعني يمكن لاعبين فقط. السنة اللي قلتها هو اللي قالها. انت سالت، انت قال كثير. لا هو اللي سالني. فقط محمد شريفي وبدر النخلي. إلتون لاعب اجنبي محترف يعني في اي مكان. لا في لاعب، في لاعب ابدع اللي هو فلاته. فلاته انتقل اظن راح الاتفاق اعتقد. عدنان ابدع، خاض موسم العام من نجوم الموسم. عدنان فلاته مش لاعب نصراوي، مر من تجارب انه مر. المهم انه كان هذا امر. الامر الثاني انه مساله الحديث عن مدربين، نلاحظ انه في تركيز عجيب على موضوع سامي الجابر، وكانه يعني لا تضخيما ولا 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 تقليلا من نحط نقطه هنا فهد، بس سامي الجابر وقف هنا عنده فاصل وبرجع مره ثانيه، هذه يبغى لها فتحه يعني. اهلا بكم، اسعد بصحبتكم من جديد في الجزء الاخير من هذا البرنامج، بصحبه كل من الزملاء فهد الروقي ومحمد دويش، والحديث عن الدوري، الصداره، المنافسه من خلال المرحله الاولى او التوقف الاول بعد الست او سبع جولات اللي عشناها في هذا الدوري. وقفت على النقطه اللي عندك فهد، ابزع عند النقطه هذه اللي وقفت عندها سامي الجابر، وان كنا نتحدث عن الكابتن صالح مطلق قبل شوي فنيا. تفضل. شيل المسمار. شيل المسمار. بسم الله. شوف انا من وجهه نظري، واعرف انه كثير بيخالفوني لانه فيها نوع من المخالفه، سامي من اول ما طلع على يعني كمدرب الفريق كلاعب أوكي. وكان محور حديث على سلبا او ايجابا، معه او ضده، حتى وصل الان الى 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 الدفه التدريبيه. انا من وجهه نظري في هذه المرحله تحديدا انه لا المبالغه في ثناء على سامي من قبل محبين له، ولا المآخذ اللي قاعد ياخذونها النقيض، في هذه مبالغه، يعني فيه غلو وتطرف في التعامل مع سامي الجابر، في مبالغه يعني تشك انها تجاوزت الحد بالثناء على سامي، وفيه انتقاص لدرجه سمجه انه ملابسه، حركاته، الله يكرمك، وصلوا حتى الشراب ولا بدون شراب، مش عارف ايش التركيز المنطقي. إذا كان إحنا مثلاً، هل هو من باب دعم للمدرب الوطني أو من باب تسويق أو من باب حتى مناكفة بين أطراف وأطراف؟ هذه المناكفة أنا أربى بأي إعلامي أنه ما يدخل فيها المناكفة. النقد
لمنهجية سامي بغض النظر هل هو صحيح، هذا النقد صحيح أو أنه حتى الثناء على منهجية سامي بغض النظر هل هو صحيح أو خاطئ، هذا أمر تحدث عن عمل يعني ما يقدم بواسطة يعني حتى في يعني وصلت في بعض أحد أنه يقول له يعني في أحد الزملاء كاتب مقال أو ينتقد أنه يقول مرتكز على نفيز وأنه من الطبيعي يعني هي كأنه استقصاد للأسف لا يوجد لاعب حتى في برشلونة من الغباء إذا عندي لاعب ما استفيد منه يعني أي لاعب كان لو أنا يعني ما لقوا في الورد عيب قالوا له أحمر الخدين اللي هو أنه أنا أبغى بنتقص شيء إيجابي أو حتى بالأمر الإيجابي ممكن أقلل من برشلونة وهو برشلونة الفريق الاستثنائي في كرة القدم عني مدريدي الآن يقدم كرة استثنائية مو بالعام إلى العام لين قبل ما يطلع بايرن ميونخ لا بد إنه, إنه 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 مستغل بكل طاقاته ميسي لدرجة إنه المباريات اللي ما يحضر فيها ميسي ينقص رتب برشلونة هذا أمر طبيعي المدرب جهده أي مدرب إحنا عندنا مشكلة في هذا العلم التدريبي مش علم تطبيقي هو علم نظري أوكي بمعنى إنه تعدد الأطراف أو شيء اللي تشارك في هذه المنظومة يعني المدربين ودائما وهذا عندنا مشكلة كبيرة جدا احنا نحكم بالمدربين من خلال اقدام اللاعبين وهذه هذه 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 معيار خاطئ جدا صحيح النتيجة الجهد اللي يبذل من المدربين يظهر اولا في التدريبات المدرب انا بضرب مثال في فرانشيسكو ماتورانا مدرب عالمي حقق مع كوبا في بطولة كوبا امريكا 97 اعتقد او 99 مع كولومبيا لاول مرة في تاريخه ثم احضر الهلال مباشرة مع الهلال ومن خلال ما أعرف في ذيك الفترة أنه كان مدرب لا يعمل يعني كان أقل درجات العمل يعمل أنه متشبع بعد 10 سنوات أحضر النصر بنفس الطريقة مع أنه حضوره للنصر اختلف يعني أصبح يعني أفضل من المرحلة السابقة من ناحية الحرص على العمل مو شرط كوزمي حضر لاعب يعني كمدرب مغمور عشان قبل أجي عشان أجي إلى النقطة عشان ما أروح بعيد نقطة سامي يعني الإفراط في اللي معاه والإفراط في اللي ضده إلى الآن الآن والوقت ما زال مبكر للحكم أول شيء الحكم سلبي جدا سواء الإجابة اثنين إلى الآن المعطيات جيدة واضحة لكن الحكم النهائي مستحيل يكون واضح أنا أقول أنه الحكم على سامي عمل سامي سواء سلبا أو إيجابا متسرع جدا مثل ما قلتك في بداية الحلقة أنه حتى الآن شخصية الهلال ما تقدر تتكلم عنها يعني فضلا عن عمل سامي شخصية الفريق حتى الآن ما هي واضحة أنا أقدر أتكلم فقط عن نقطة واحدة برزت في مباراة الرائد وهذا الكلام أنا قلته يمكن بدري ولا أتكلم وله في الهلال في أي نادي أو أي فريق عنده قوة أمامية ولكنه في الخلف عنده مشاكل ما في تنظيم ما في محاور صح إلى آخره يحدث في مباراة مثل مباراة الرائد أنك أنت تلعب تقريبا على باب واحد ولا تسجل يبدع الحارس ما توفق صحيح لكن لأن عندك مشاكل وراء 4 كور ارتدت 2 سجلت و2 ضاعت وهذه حدثت لأندية كبيرة يعني هنا المشكلة ومشكلة ترى موجودة في الدوري السعودي ككل يعني معظم العمل الدفاعي في الدوري السعودي وأنا كنت أتمنى تسأل فتح الجبال عن هالموضوع وصالح المطلق ما هو صحيح يعني عندنا مشاكل كثيرة وانعكست على المنتخب عندنا اهتمام في العمل الهجومي على حساب العمل الدفاعي بلغة الأرقام نادي النصر سجل فيه هدف واحد هل كارينو يمكن أنا أستثني النصر في هالنقطة وله استثناء بعد كامل أستثني يمكن على استحياء زي ما يقولون لأنه الأرقام تخدمني في هالاستثناء ولكن أنا أرجع وأقول بالنسبة لكارينو ترى اشتغل في كل الفترة اللي راحت في كل السنوات اللي راحت زي ما قال صالح لأول مرة يهتم بالأمام كل شغله كان وراء كل شغله كان التنظيم يخلق انسجام أنا أعتقد أن الثناء إبراهيم غالب وشايع شراحيلي رغم احترامي اللي طالبون بمحور أنا أعتقد أنهم قائمين بدور بالدور المطلوب على أكمل وجه أرجع مرة ثانية وأقول لك أنه مشكلة سامي الجابر اللي يجب أن يشتغل عليها هي وراء يعني عنده في المقدمة مثل ما يقولون لاعبين ما يحتاجون مدرب مثل ما نقول يعني نبالغ بالبلدي يعني اي نبالغ باللغة الدارجة لكن عنده مشاكل وراء وانا سمعت تصريحات له قبل مباراة الرائد ما كان يعترف بالزاوية يمكن انا افسرها معنويا كان يبغى يرفع معنوية حافظ على معنويات لعيبته
لكن الحقيقة أنه عنده مشاكل في العمل الدفاعي. هناك خلل في الخطوط الخلفية ربما كما هو واضح يعني نتائجيا على كل حال من خلال مباراة الرائد كآخر مقياس. أنا وصلت لآخر المشوار يعني ما عاد قدامنا شيء اللي احنا نقول هذه مرحلة وأكيد باقي مراحل، حتى في الدوري باقي مراحل، والحديث في الملف الأحمر عن المراحل يعني مو فقط بس عن القضايا الساخنة ولكن حتى عن الدوري. لكن النقطة الأخيرة، هل استخدم عبارتك المناكفة الجماهيرية هل أصبحت واردة؟ لا تكلمني أنا متصدر وصدارة تنتهي بآخر الحجة مش لا فكاكة منها، هذه خلاص صارت منها. جزء من ثقافة كرة القدم السعودية، من ثقافة كرة القدم السعودية، يعني اللي سالم منها واللي يتفرج من بعيد ويضحك يعني ياخذها كتسلية. أنا برضو حاختلف مع سليمان. أيوة مش الكرة السعودية، في الكرة الأوروبية طبعا احنا لانه عيال قريه وكلنا نعرف خيه انه يعني متابعين كل دقه التفاصيل حتى بمواقع التواصل الاجتماعي تحدث بشكل اشنع واكبر و الى اخره. فور اذا كانت المناكفه وفق اطار تنافسي ما فيها ما يخدش الحياه الخروج العام يعني ثم يعني ارتاع الاعلاميين انه ما يدخلون في هذه بين الجماهير، انا اعتبرها من الاشياء الجميله ما دامت في حدود ليفر طعم طيب من الاشياء الجميله انه طيب انا سألت اقول لك تو بس انا مو بس ميسي وجماعته، حتى انتم ما عندكم الا رونالدو والله يفككم. فهد عتيبي شكرا. حلو فهد الراقي. فهد الراقي شكرا لك. بعد الاسبوع القادم ان شاء الله اذا صرت نتكلم يعني هذه 1-0 على الطاير كذا. شكرا لك لا باقي جاريث بيل، اذا جاء جاريث بيل حيختلف الوضع. وصلت لاخر المشوار، شكرا لكم انتم. انا بعد بقول انا في الملف الاحمر لا تكلم لا تكلم. ألقاكم على خير، شكرا لكم.